كتيرة درسناها هو حول الزمن، عنوان الزمن الإنساني والزمن الكوني وزمانية الوجود. تخطيط الدرس كما هو حاصل في العنوان، تمهيد وخاتمة وثلاث أقسام. القسم الأول تحدث عن الزمن الإنساني، القسم الثاني تحدث عن الزمان الكوني، والقسم الثالث يتحدث عن زمانية الوجود. سنبدأ يعني كالعادة هذا الدرس بشاهد مقتبس من كتاب جاك دريدا هوامش الفلسفة. يقول فيه إن المفهوم المبتذل للزمن الذي يتكرر دائما من أرسطو إلى هيجل يقوم على امتياز الحاضر، حق غير مسموع من المفترض أن ينتج المعنى والعقل والحقيقة. إذن الإنسان متجذر في الزمن متمسكا بوجوده بالتفصيل وفي اللحظة، ويعلم الجميع أي جانب من جوانب خبراتهم يتوافق مع كلمة الزمن، ولكن لم يحظ أي تعريف للمفهوم المقابل حتى الآن بموافقة اجتماعية بين العلماء والفلاسفة. هذه الصعوبة التي تعتبر أنها ميزة لجميع المفاهيم الأخرى، رأى باسكال أن الزمن هو أحد تلك الأشياء التي يستحيل تعريفها بل وعديمة الجدوى، قد كان مرتاحا تماما للخلافات الموجودة حوله، لأن هذه الخلافات لا يمكن أن تضر بالهوية الموضوعية التي حددها المصطلح نفسه. الزمن هو من هذا النوع، من يستطيع تعريفه ولماذا نقوم بذلك؟ حيث أن جميع الناس يفهمون ما يعنيه المرء عند الحديث عن الزمن دون تحديد. يعني من العقل الهندسي بعد إعادة وضعه في سياقه، تشهد هذه الملاحظة على أن العلم الرياضي لا يزال متقدما قليلا في عرق الزمن، ولا يزال من الممكن استمرار إذا تبعنا التطورات في علم اللغة النفسي الذي يكون مواتيا لفكرية معينة من المفاهيم الأولى. ومع ذلك إذا كان الزمن قد حان بالضبط، ولم يكن القول أن اللغة العادية تحدد بكل تأكيد التجربة التي تشير إليها، يجب علينا أولا أن نضع جانبا كمراوغ غريب اللغة معنى الزمن الذي هو مشتق من أمر آخر يصعب شرحه. هنا ما في الواقع كدالة زمنية مفهومة بالمعنى صحيح، لكن هذا المعنى الأول بحد ذاته بعيد عن أن يكون ثابتا بطريقة أحادية. هل هو مرادف للتزامن كما هو الحال في التعبير في نفس الوقت كما هو في التعبير، وهل هو قريب من يعني الاستخلاف كما هو في التعبير الوقت يمضي بسرعة، المدة كما في عبارة هو قريب من المدة شوية المدة كما في عبارة لاقي زمن لإنجاز هذا العمل. في الحقيقة يبدو أن مفهوم الزمن يشمل مفاهيم التزامن والتتابع والمدة، أن التفكير لما يمكن أن يتوافق مع مفهوم الزمن في التجربة الإنسانية يفضي إلى التساؤل عن الأشكال المختلفة الممكنة، يعني يفضي إلى التعبير عن الأشكال المختلفة الممكنة لوصف هذا الشعور. كما تجتمع الأنثروبولوجيا والأدب والفلسفة وعلم النفس والفيزياء والبيولوجيا معا لتقديم مشهد محتمل لزمن الوجود البشري استنادا إلى مفهوم التفاصيل الذي يحترم البعد الذاتي للشعور بما يتجاوز ما يمكن ملاحظته. إذن يجب الحث على تقسيم المدة إلى لحظات، غالبا ما ينظر إليه على أنه تغيير مستمر ولا رجعة فيه، حيث يصبح الحاضر من الماضي بمعنى أكثر فلسفية أنه قبل كل شيء البيئة المتجانسة وغير المحددة التي تحدث فيها الأحداث، أنه إذن مشابه للمكان. فما هو الزمن بالنسبة إلى الفلاسفة؟ البيانات التي لا يمكن تجنبها، يشير الزمن إلى محدودية الإنسان، الإطار الذي لا يمكن تجاوزه الوجود. بالنسبة لباسكال على سبيل المثال، الزمن
مسد الخوف مرتبط بشعور باللانهاية. الإنسان نقطة ضائعة بين لا متناهيين، لا متناهي كبار ولا متناهي صغار. وما هو الزمن؟ كيف نحدد مروره؟ ومتى ظهر الزمان؟ وما هي طبيعة كلمة الزمنية؟ لماذا اقترنت بالوجود؟ كيف ساهم ظهوره في الانتقال من الطور العادي إلى طور الوجود؟ من القسم الأول نبدأ يعني بعد المراهنة أننا لا نهتم فقط بتعريف مفهوم الزمن، وإنما سنبحث عن الوعي بالزمنية. القسم الأول كما قلنا هو الزمن الإنسان. الزمن هو المقياس الذي يتم من خلاله تحديد مدة حدث معين. إن حذف السؤال عن وجود الزمن هو يعني كما يقول جاك دريدا في كتاب الهوامش، هوامش الفلسفة، حذف السؤال عن وجود الزمن يشكل الميتافيزيقا في حد ذاته. الزمن في الفلسفة أحد الأسئلة الرئيسية، بينما في العصور القديمة أعطى أفلاطون الزمن مكانة ثانوية واعترف به على الأكثر ليكون تمثيلا أدنى للخلود. وزاد لكن كان بعد ذلك زاد من دور الزمن، حيث كان يرى شكلا كونيا يسمح بإدراك الظواهر يعني متأتية من التجربة الحسية كتاب الحدس الباطني. لكن هايدغير في الغابة السوداء ربطه بكينه وتحدث عن الزمان الوجود. إذا كان الزمان هو شكل ضعفين فإن الإنسان لديه حرية معينة فيما يتعلق بالمكان. إذا كان الزمان وبالتالي فهو سجين الزمان، لست لديه حرية في فهو مقيد بالزمان. إذا كان الزمان بالفعل لا رجوع فيه فإن الفضاء يمكن عكس الانتقال من نقطة A إلى نقطة B ثم العودة. لذلك فالزمان عابر بالنسبة لهيراقليتس، ويمكن الوضع أن يستحمل مرتين في نفس النهار أبدا. كل شيء يتغير، كل شيء حاضر، الزمان ينقضي، بالتالي لا يمكن للإنسان أن يعيش نفس اليوم مرتين. الزمن هو ما يختبره كل واحد منا باستمرار من الولادة حتى الوفاة. من الكتابات الإنسانية الأولى إلى الأدب المعاصر بما في ذلك الشعراء، شعراء عصر النهضة، التي يعني كل هؤلاء أجمعوا على أن الزمن يهرب، الزمن ينقضي. هروب الزمن لم يتوقف أبدا عن احتلال مكانة رئيسية في التفكير الثقافي الغربي، ويعبر بهذا الهروب عن حركة تمرد الإنسان في مواجهة ما هو سريع الزوال. إذن أفضل من أي كلمة أخرى ترمز إلى الرغبة الوهمية في الانفصال عبر التدفق الشامل، هو الفرد المصاب بثقة فقدان الذاكرة الكامل، والذي سيعيش في لحظة دائمة ولن يواجه أبدا هروب الأيام. هل سنحسد على حالته هذه؟ لا ريب في ذلك، لأن مثل هذا الفرد الغريب عن الزمان كان سيفقد في نفس الوقت يعني مع فناء ذاكرته وهويته وكل معالمه، كان سيفقد شعوره بالزمن. بين تبدو المساحة منذ البداية أكثر صعوبة في تصورها، لأنه لفهم ذلك كان علينا بناء يعني معادلة رياضية معقدة للغاية، والزمن يقدم نفسه لنا على أنه الشيء الأكثر وضوح، حيث أنه غير ضروري التحديد ما دامت التجربة التي لدينا عنه مبنية عليها من أكثر الأدلة التي لا جدال فيها. ولكن المفارقة أنه بمجرد أن نبتعد عن الإحساس الفوري بالزمن لمحاولة التفكير فيه بطبيعته الحقيقية فإنه يفلت منا، حتى أنه أصبح واحد من أكثر المفاهيم الفلسفية غموضا، لدرجة أنه يمكن المرأة أن يعتمد على الفلاسفة الذين تجرؤوا على تطوير مفهوم متعمق عنه. إن الزمن البشري الذي ينبثق من الوجود الذي يجب أن يعيش فيه المرء هو زمن مظهر،
مع تطور الرأسمالية أصبح زمان الذي لا رجعة فيه موحد كوني، يصبح التاريخ العالمي حقيقة حيث يتم توحيد العالم كله في ظل تطور هذا الزمن. لكن لماذا النصارى غاية قضاء زمن عادي مع أزمنة متعددة؟ ما دور علوم الأعصاب في إدراك الحياة الزمنية؟ كيف يحقق تحليل نفسي نوع من التعايش الزمني للإنسان؟ والمقصود باللازمانيات الاجتماعية وما علاقتها بالأمكنة والفضائل؟ إذن غالبا ما يفهم بالفكر الحديث التصور الدور الزمن على أنه علامة على البدء، يعني الأولية للثقافة ما، أو أحد أعراض الانحدار القديم في الموضوع ما. مثل هذا المفهوم في كلتا الحالتين سينتشر موقف هروب من حقيقة اللا رجعة الزمنية، أن الاعتراف بهذه اللا رجعة باعتبارها تشكل جوهر الزمن هو الأساس لفهم العالم وتاريخ الإنسان الحديث، من خلال رفض أي حدس دوري للوقت يشكل الاعتقاد العقلاني في تقدم البشرية، والذي يعد أحد المكونات الرئيسية لمثل التنوير. ووفقا لهيجل فإن هذا الرفض سيعبر عن الاعتراف بالفجوة التي تفصل بين ترتيب الطبيعة حيث يعاد إنتاج كل شيء وتكراره، وترتيب التاريخ وقت الحدث اللي جوهره عدم التكرار. وهكذا فإن التاريخية هي الافتراض الذي جعلنا تيلة قرنين من الزمن نفسر أي موقف آخر تجاه الزمن على أنه علامة على أسلوب فكري عفى عليه الزمن. يشتبه في أن الحدس الدوري للزمن يخضع لكل نقد معاصر، نقد سياسي يبدو أنه رجعي في جوهره، والنقد المعرفي وموقف مضاد يبدو أنه عودة ظهور الميتافيزيقا في أكثر أشكالها انحرافا، مثل الكونية الحيوية وعلم التنجيم والتاريخ تاريخاني وما إلى ذلك، والتحليل والنقد التحليلي النفسي سينقل أوهام أسطورية فردية وجماعية والتي ستكون جوانب عديدة للموقف الرجعي وطفولي. ولكن على العكس يمكن المرأة أن يحافظ على هذا الفكر عن الزمن الدوري الذي يتظاهر في تقديم تجربة زمنية للمقدس. كل شيء يصبح بالكاد مفهوما أوسعا أو أكثر جوهريا من مفهوم الصيرورة. الإنسان المعاصر يبدو أنه مفتوح بمشهد التنوع والتغير في الطبيعة وفي الفكر، اختلاف في الفكر وفي الحياة. في كل مكان أكثر الناس تنوعا، عندما يختفي شيئا ما يحل مكانه على مكانه شيئا آخر على الفور، كما يقول هيجل. إن تسارع التاريخ يجعل سيولة الواقع هذا أكثر وضوح على حساب جوانبه المستقرة نسبيا، ويمكن للجميع رؤية التطور. لكن من سيقول ما هو هذا الزمن؟ تواجه الجهود المبذولة لفهم صعوبات ملحوظة في كثير من الأحيان بسبب عدم قدرة على تحديده بشكل كاف. يتم تحديده جزئيا بالإشارة إلى أحد طرائقه الملموسة، حركة تغير التطور. ويشجع هذا الإحراج الفلاسفي أحيانا على إنكار الوجود الزمني الفعال لسيره، وكذلك الأشياء التي تؤثر عليه باعتبارها مجرد مظاهر. في الواقع يتم الاحتفاظ بالزمن بالكامل من خلال الاستثناء من أن يصبح الكائن الدائم. لكن ألا ينبغي لنا إذن أن ننفي أن هذا الشخص في مكان بعيد يتعذر الوصول إليه بعيدا عن العالم الملموس حيث يولد كل شيء ويهلك، حتى لو تم اختزاله بشكل غير ملائم إلى مجرد مظهر؟ فإن التحول لا يزال يثير تساؤلات يدعونا إلى تنوع أشكاله في تنوع أشكاله إلى التساؤل عن وحدة مبدأها ووحدة المبدأ والبحث عن شروط إمكانية الوجود ووضوحها. سنشير هنا إلى بعض الاتجاهات التي يمكن أن يتخذها البحث عن زمن، مثل التساؤل هل مفهوم الصيرورة الفريد والمستمر له ما يبرره؟ في الواقع في مجالات الملاحظة والتفكير التي يتم تقديمها للإنسان تبرز العديد من الأشياء المشتتة ومختلفة نوعية والتي تتميز بدقة تغييراتها المحددة. كما يشير هذا المفهوم إلى فكرة استمرار الظاهرة والحفاظ الزمني على الواقع. المدة هي نفس طبيعة حركة الكائن الذي يدوم. ديكارت تكلم عن الآنية
ورفض مبدأ الدوام الذي أسسه يعني سكولاستيكيين على إشكال جوهري في عمله. يعتبر تقليص المدة على الامتداد هو أساس قياس المدة. يسمح هذا التقديم للمدة لقاعدة هندسية للامتداد الزمني بتقليل الإيقاعات الظاهرية إلى الزمن الموحد للساعات كرسم زمني لحركة منتظمة رتيبة بشكل مثالي خطية تتكون من لحظات متتالية. الرابط بين اللحظات هو المظهر الخارجي الخامس. لا شيء في حد ذاته يحمل مبدأ دوامة، فمن ديناميكيات لايبنيتس يتغير فهم الركيزة الفيزيائية للميكانيكا بشكل عميق. المدة إلى الترتيب الزمني إلى أي مدى يتعلق بالترتيب المكاني، لكن هذا لا يعني بأي حال اختزال الخبرة المكانية والخبرة الزمنية في قطبية ديكارتية ممتدة. إذا كان النطاق يتوافق مع المتغيرات الشاملة، فإن المدة تشير إلى المتغيرات المكثفة، القوة والرغبة والحياة والروح، كلها تعبيرات عن نفس مبدأ العمل الذي من خلاله يتحقق كل فرد في الزمن الخاص به. هذا الفهم الديناميكي للاستقرار واستمرار الأشكال يرقى إلى الاعتراف دون التخلي عن الفيزياء الرياضية بأن تلك المدة مثل الامتداد هي حقيقة معقدة وموهوبة بالداخلية الباطنية. إن الزمن البشري الذي ينبثق من الوجود الذي يجب أن يعيش فيه وقت مذهل مع تطور الرأسمالية أصبح الزمن الذي لرجعت فيه موحدا، وأصبح التاريخ العالمي حقيقة حيث يتم يعني توحيد العالم من خلال هذا التطور. فكيف نعكس هذه الفكرة العالمية على المفهوم الثاني الذي سنهتم به؟ سننتقل من الزمن إلى الزمان، ومن الزمن البشري يعني العلاقة بين الزمن البشري إلى الكون، إلى الزمان الكوني. لأن العنصر الثاني هو الزمان الكوني، الكوني نسبة إلى لونيفير بالفرنسية أو الكوسموس بمعنى، وكأننا نتحدث عن زمنية الكون أو الكون يعني من منظور زماني في علم الكونيات الكوسمولوجيا. هنا نبدأ كذلك ديريدا، قول ديريدا من كتابه هوامش الفلسفة إديسيون مينوي باري 1972 باج 47. يقول ديريدا في التقليد الميتافيزيقي يتم التفكير في النقطة والفضاء معا في نفس الدائرة من تباعد الزمن. المدة غير محددة، الزمن الذي لا يبدأ ولا ينتهي ليست أبدية. وفقا فإن الخلود هو الحاضر الذي يتم الحفاظ عليه مستقرا ودائما ونقيا. الآن من أجل أن يكون هناك خلود لا يكفي أن نمر على توارب أجزاء من الوجود اللامتناهي التي ينسبها أفلاطون وأرسطو إلى العالم. من الضروري احتضان وجود لا نهائي موجود تماما أيضا. هذا هو امتياز الألوهية. هذا النوع من التعريف له عيب في الإيحاء بأن المرء يغامر بالتفكير في الأبدية فيما وراء الزمن، كما لو أن الوعي يمكن أن تتوقف عن كونه مؤقتا حتى عندما يسيطر ويحكم على تدفق المدة. هذا هو السبب في أن العديد من الفلاسفة يفضلون النظر فقط في علاقة الأبدية. يعني على سبيل المثال الأبدية في الواقع حاضر أبدي خالص، ولكن يمكن الوصول إليه عن طريق نفي ما هو سلبي في الوقت في الزمن المناسب دون أن يكون هذا النفي هو الزمن نفسه. في غضون المدة نجد الحاضر الأبدي الذي يكون فيه الزمن مجرد تعبير ضعيف لا يخلو من الخسارة. الفلسفة المعاصرة هي دنيوية بشكل حازم، إنها في السيرورة وفي التاريخ تشرك كل الديالكتيك كل الجدل، ليس لها علاقة بالخلود الذي بالنسبة لها هو أسطوري تماما. ومع ذلك سوف نلاحظ أن البنيوية من خلال تمجيد التزامن، يعني التزامن بمعنى النظام، من خلال اعتبار عدم التزامن التطور تابعا، تعيد ضمنيا مثل كل أسبقية الأبدية بمعنى الحقيقة غير التاريخية. مثل كلا الزوجين المفاهيميين، الخلود الزمني والذي يعتبره البعض
عتيقا علامة على القطبية المزدوجة التي تتحكم في تذبذبات العقائد العظيمة. كما يذكرنا يعني الفعل اللاتيني وقع بالحدث الموضوعي المسألة الواقعة، لأن عالم الحياة لا يمكن تقسيمه إلى حقائق وحالات الأشياء كما يرى أينشتاين، إنه يقدم نفسه بوصف سلسلة متواصلة من الأحداث تحدث في لحظة معينة وفي مكان محدد، وتجلب شيئا جديدا يؤثر علينا من خلال تأثيرها المفاجئ سواء كان إيجابيا أو سلبيا. أولا، كل ما يحدث بطريقة أو بأخرى، مرور مذنب في السماء، مطر، زلزال، هو عنصر مفاجئ. هذا يتحدى الفكر المعني بالانتظام والقانون والنظام. في معظم الأزمنة تسبب الأحداث الفوضى بسبب طبيعة غير المتوقع، والذي يبدو أنه يشير إلى فرصة لا يمكن السيطرة عليها في وقت مبكر جدا. شعر البشر بالحاجة إلى تطوير معرفتهم يعني بالأحداث، بمعنى الأحداث، مما يسمح لهم بالإفلات من الصدفة العمياء. في الواقع يسعى الفكر الأسطوري ميشي خاصة في الأنثروبولوجيا إلى هذا المعنى الموجود في الأحداث البدائية أو الأولية التي وقعت في أصل الزمن، في مصدر الزمن، في أول الزمن، في عالم الألوهية والإسلاف الأجداد. في هذه الرؤية للعالم لا يمكن أن يكون هناك حدث جذري، لأن كل ما يحدث هو مجرد تكرار لحدث غير نمطي. هذا لا يعني أنه في المجتمعات الأولية البرية كل الأحداث يمكن التنبؤ بها، وأنه لا يوجد شيء مفاجئ. بالنسبة للإنسان القديم أيضا، تخلق بعض الأحداث اضطرابا في حياته، ويجب أن يكون ضرره محدودا، وهو ما تسعى إليه يعني الكهنة. في الحقيقة الذاكرة تعتبر تحدي للزمن، فالذاكرة هي الوسيلة يعني التي يملكها الإنسان لمحاربة تقادم الزمن، يسميها يعني بروست الذاكرة العاطفية. السحر لسحر التذكر يمكن استعادة الماضي. بالطبع ننشد الماضي كما كان، دائما نتحدث عنه من حيث ما أصبحنا عليه. لذلك فإن الماضي هو إعادة تفسير الذكريات في تطورها وتحولها معنا. فالزمن الذاتي مختلف تماما عن الزمن الموضوعي المدة. الزمن الذاتي هو الشعور بالزمن، والمدة هي الزمن الموضوع. يفهم الزمن وفقا لبيركسون إما عن طريق الوعي أو عن طريق التقنية، ويرتبط الزمن الذاتي بالوعي بالتمثلات الأفكار والمشاعر وما إلى ذلك، في حين أن الزمن الموضوع الساعة يعمل كمقياس كوني مشترك للزمن. بالنسبة لأوغستين، الزمن هو حدث تلقائي، نحن نفهم ما هو الزمن ولكن لا يمكننا شرحه، وبالتالي بما أن الحاضر قد مضى بالفعل فلا يمكن تفسير الزمن بشكل منطقي. إذا كان من الممكن تفسير الزمن فسيكون ثابتا، وبالتالي سيكون الزمن أبديا. حقيقة أن الزمان في الوعي يسمى مؤقتا، وهكذا فإن الحاضر هو في نفس الوقت ذاكرة وتوقع. وهناك علاقة بين الإنسان والزمان تمر عن طريق النسيان. إذا كان الزمن لا رجوع فيه، فإن الإنسان يسعى، والإنسان من إنسيان بمعنى نسيان، ونسيان الزمن ضد التذكر، فإن الإنسان يسعى مع ذلك لإخراج نفسه منه. يسميها باسكال يعني نسيان. في الواقع لمحاربة محدوديتنا نهايتنا أو تنهينا، يسعى للاستيلاء على الانشغال بالخيرات المناسبة. فالحاضر ليس هدفنا أبدا، والماضي والحاضر هما وسائلنا، المستقبل هو غايتنا. يظن المرء أنه يجد نفسه في الزمان، لكن في الواقع يهرب من نفسه، لا يثيره سوى الفراغ. يعني كل مشكلة بشرية تأتي من شيء واحد، هو عدم قدرته على البقاء على نفس الحال. فالوعي غير قادر على التحمل وجه لوجه مع ما هو نفسه. هذا هو مصدر البؤس البشري. لكن ما هو تعريف الفلاسفة للزمان؟ كانت يرى أن الزمان ليس مفهوما تجريبيا مشتقا،
من أي تجربة، أي ينفي أن يكون مشتق من أي تجربة. في الواقع لن يقع التزامن في حد ذاته تحت الإدراك إذا لم يخدم تمثيل الزمان مسبقا كأساس. فقط في ظل هذا الافتراض يمكن للمرء أن يتخيل حسب كانت أن شيئا ما موجود في نفس الزمان مثل الآخر في زمان واحد، أي أو في أزمنة مختلفة على التوالي. هذا بالنسبة لكانت. لو عدنا قليلا إلى الفلسفة الإغريقية سنجد أن أرسطو يعرف الزمان باعتباره عدد الحركة، وكان أفلاطون قبله مؤلف العالم مهتم بعمل محاكاة متنقلة معينة للأبدية، وأثناء تنظيم السماء جعل الخلود ثابتا واحدا. هذه الصورة الأبدية التي تتقدم وفقا لقانون الأرقام، هذا الشيء الذي نسميه الزمان. إذن الزمان هو صورة متحركة للخلود كما يقول أفلاطون. بالنسبة إلى سارتر، إن زمان الوعي هو العدم الذي ينزلق إلى الكل باعتباره تخمرا يزيل التوتر في كتابه الوجود والعدم. فما السر الذي يكمن وراء ربط مارتن هيدغر الزمان بالوجود؟ وهنا سننتقل من زمانية يعني الكون أو الزمان الكوني إلى زمانية الوجود. العنصر الأول هو الزمن البشري، الزمن الإنساني. العنصر الثاني هو الزمان الكوني. هنا وكأن الحديث عن الزمان في علاقة بالكون من جهة، وفي علاقة بتمثل الذات العارفة للكون، الكون باعتباره موضوع للمعرفة من خلال طبعا التذكر، من خلال يعني قهر النسيان. في العنصر الثالث زمانية الوجود. هنا سننطلق من قول لجاك تريدا من كتابه دوني لو طون، أن نسمي الزمان. هنا هذا الكتاب نشره في جيسون غاليلي باريس 1991 صفحة 34. يقول جاك تريدا في هناك ليكون يتم إعطاء الوجود والزمان فقط وهما لا شيء. الزمانية temporality هي صفة ما يوجد في الزمان، تضفي في الزمان، تضفي الطبيعة التي لا رجعة فيها عن مرور الزمان إلى قيمة محددة معينة، بما في ذلك القيمة المادية أو الحيوية. وبالتالي يمكن اعتبار الزمان أحد الموارد الطبيعية غير متجددة. بالنسبة لمفهوم الزمانية هو الأمر المؤقت، فإننا عادة ما نحتفظ فقط بالمعنى الفلسفي، فهو يحدد البعد الوجود المعاش للزمان، ولكنه أيضا يوجد مصطلح نحوي يشير إلى القيمة الزمنية أو الطابع الزماني لحقيقة لغوية معينة. مصطلح الوجود هو مصطلح مجرد أيضا، ولكن المقصود منه أن يكون ملموسا عيانيا. الزمنية هي الزمن الذي يعيشه الوعي والذي يمر به وينتشر من الحاضر، اللحظة الوحيدة التي يدركها بالانتباه العملي، عودة إلى الماضي الذي تكون عملية الاحتفاظ المستخدمة على أنها مكتسبة ومكملة للفعل. لكن الحاضر هو الذي يلخص ويفسر ما كان حاضرا وما لم يعد موجودا. يعني القسم الثالث أو الجانب الثالث هو المستقبل الذي يتكون من التوقعات والمشاريع من خلال الاحتمالات الجديدة، لكنها كذلك لا يزال هنا الحاضر الذي يتنبأ بالمستقبل حسب ذكرياته وتأثراته. إلى هنا لابد من العودة إلى التمييز الذي اقترحه بيركسون بين الزمان النوعي أو الكيفي، المدة الداخلية، والزمان الكمي، يعني زمن الكرونومتر هو الزمان الفيزيائي أو الرياضي. وربما يضيف غاستون بيرجر الزمان الوجودي، أي الزمان بنبرة عاطفية، وزمان التشغيل أو زمان العمل حول الأشياء وهي موضوعية وقبل القياس. بينما تصور القدماء الزمان على أنه دوري، فترات ذات محتوى متطابق وتتكرر إلى ما لا نهاية، في حين يعتبره المحدثون خطياً، تقدم للتاريخ موجه أو على الأقل لتطور غير محدد. أما بالنسبة للفيزيائيين فهم يتحدثون عن الزمان النظيف
في مقابل الزمن في علاقة بالحس السليم، هو زمان من منظور الإنسان العادي، زمن العادي، ويعترفون بتعدد الأزمنة المناسبة من خلال استحالة تربط كل ظواهر الكون بزمن واحد. لكن زمن الفيزيائيين ليس مؤقتا، وهو حياة الوعي ذاتها، والذي يتضمن العملية الثلاث الموصوفة، يعني الموصوفة من أي الماضي والحاضر والمستقبل، عن طريق الافتراض جزئيا من تحليلات هوسير الفيمنولوجية. بالإضافة إلى ذلك الزمنية عنصر دراماتيكي، إنها تعيش تهديد اللحظة النهائية، يعني تحديد اللحظة النهائية، والذي سيكون زوال أي مشروع ونهاية أي عمل يقوم به الإنسان. هنا سننزل قليلا، لا وجود لزمن وجودي دون تاريخ، دون ميراث، دون إذن لا يوجد تاريخ بدون تواريخ يتم تذكره أحيانا لسبب وجيه، كأن الزمن يمثل الحياة اليومية للمؤرخ، لدرجة أن هذا الأخير يخاطر باستخدامه المصنف ببساطة. فالمقاربة الزمنية تشبه الطبيعة الثانية بالنسبة للأولى، الطبيعة الأولى، إلا أن تجارب الزمن اختلفت باختلاف، طبعا باختلاف المكان والزمن. وهكذا يوجد تاريخ للزمن واستخداماته، وقد تميزت لحظة مهمة باكتشاف تعدد الأزمنة أو المواقيت داخل المجتمع منذ تقريبا يعني نهاية القرن 18. نشهد إضفاء الطابع الزماني على التاريخ، خاصة فكرة ظهور فكرة التقدم التي أضيفت فكرة التاريخ المتمثل كعملية كفهم ذاتي في الزمان. لكن أو لم يعد الزمان مجرد إطار لما يعرف، بل أصبح فاعلا. الزمان هو الفعل، زمنية الوجود هي التي تفعل في يعني الزمن البشري. لم تعد الأشياء تحدث في الزمان المناسب، ولكن من خلاله يمكن أن نؤرخ بشكل رمزي على الأقل، يعني منذ الثورة الفرنسية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد في التاريخ 1789. في النظام القديم كان ينظر إلى الماضي لنفهم ما كان يحدث، كان الماضي مليئا بالأمثلة وكانت لدينا علاقة معه تنشدنا التقليد. لقد كان الزمن التاريخ سيد الحياة. من ناحية أخرى في النظام الجديد، يعني بعد الثورة الفرنسية، يصبح المستقبل هو يعني المتغلب، هو البوصلة، هو الذي يقود قطار الزمن، زمنية الوجود. من المستقبل يأتي الضوء الذي ينير الحاضر والماضي، أوامر التقدم والزمان هو التسارع. نحن نعيش على إيقاع الحدث، دائما ما يكون جديدا، بينما الماضي الذي لم يعد احتياطيا من الأمثلة عفى عليه الزمن، يعني تركناه وراءنا. هنا أتممنا، يعني تحدثنا عن الزمن البشري، الزمان الكوني، ثم زمنية الوجود. هنا سنقوم بخاتمة، في الخاتمة يعني نعود إلى جاك دريدا في كتابه دوني لي تون، في يعني هذا المنشور عن دار غاليلي باريس 1991، يقول: حيثما يسود الزمن كدائرة يكون العطاء مستحيلا. لا يمكن أن يكون هناك عطاء حتى لحظة حدوث اقتحام الدائرة. إذن هناك زمن دائري لابد أن نخترقه ونفككه حسب وسيط تدريبا، مع الأخذ في الاعتبار التعاسف المرتبط بأي محاولة لتعريف مفهوم الزمن. بقدر ما يعمل عن طريق الاختزال من المبنى، يبدو أن مفهوم المرحلة يقدم تطبيقين متميزين للغاية. يعني هنا لابد أن نتحدث عن المرحلة، الزمن كمرحلة يتم توزيعهما حولهما مختلف التخصصات في مفهوم الاتجاه والتنظيم. إذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية مفهوم المرحلة في التجربة الوجودية وعلم النفس، فإننا نرى كل من البعد التاريخي والبعد البنيوي والهيكل كما هو الحال في كثير من الأحيان، يعني مسألة حيوية وضرورية لإعادة تعريفنا للزمان. من صعب جدا تمييز أحدهم عن الآخر في المقاربة المعجمية التي يبررها تنقل الحدود بين العلوم البيولوجية والعلوم الإنسانية.
فالمثال الأكثر وضوحا على القرابة الوثيقة للقيم الكرونولوجية والوظيفية التي تميز ظهور المرحلة بشكل طبيعي في صورة الطبقات الجيولوجية التي توفرها لنا الحفريات وتقدم لنا نظام جديد للمواقع. كان أحد أوائل المراقبين الذي استخدموه هو الذي تعرف على مظاهر الأشكال المنقدرة، ولم يكن الأمر كذلك مع تقدم الجيولوجيا أو علم طبقات الأرض لإدراك أن الطبقات الجيولوجية المختلفة تتوافق مع فترات تكوين قشرة الأرض، وأن بصمات النباتات والحيوانات المنقضة تشكل ميداليات الخلق الحقيقية. ولكن بينما كانت هذه المراحل يعني المرحلة من سلسلة من الإبداعات والكوارث التي ظهرت كنتيجة لتطور مستمر لا يمكن للمرء أن يتخيله إلا في مساحة غير محدودة تقريبا، ومن هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ الجيولوجيا اكتسب مفهوم المرحلة معناه الكامل في المستقبل قبل أن يكون أسلوبا أو تخصصا. المستقبل هو موقف، يعني اعتمادنا لمفهوم المرحلة في الحقيقة يعطي قيمة كبيرة لمفهوم الماضي رغم أننا نستقل على التاريخ، ولا لمفهوم الحاضر لأن الحاضر سينقضي بسرعة، وإنما سيعطي قيمة كبيرة لمفهوم المستقبل قبل أن يكون أسلوبا أو تخصصا. المستقبل هو موقف وهو مجال مجاني لاختراع الحياة المستقبلية. هكذا تهدف يعني البصيرة إلى تحرير النفس من قدرية القدر. يقدر الفيلسوف المستقبل فيما يتعلق بالحاضر ويسعى للتعامل بشكل منهجي مع مسألة السيرورة. بالنسبة إليه فالوظيفة الرئيسية للفكرة المستقبلية هي علمنية الوجود والكون والحياة من خلال التفكير في المستقبل باعتباره الفضاء المحتمل لتحقيق الحرية. لذا فإن فكرة المستقبل هي فكرة قديمة لكن إدراكها العلمي هو حديث. إن فكر المستقبل في الواقع تم تطويره من قبل يعني الرؤية بعيدة وواسعة وتحليل عميق ومخاطرة وجودية. لقد فكر الإنسان من منظور حرية اختيار جديدة في الزمان ونظر بعيدا، لأن الحضارة السريعة تمزق نفسها بعيدا عن الافتتان بالماضي وبالنظر إلى الصورة الكبيرة، لأن المستقبل يوفر مجموعة متنوعة من الاحتمالات ويسمح للإنسان بأن يختار بينها من خلال تحليل متعمق، لأنه ليس كل البنية الواعدة واضحة وقادر على تحمل المخاطر بالتواجه نحو المستقبل، لأنه لا توجد حتمية ويقين بالمستقبل. إن التفكير في الإنسان في مواجهة هذه التحولات الكبرى التي تهمه هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده عند التفكير في الزمان المستقبلي، لأن الإنسان هو محور كل التفكير، والطابع الزمني هو بلا شك بعد أساسي لكل فكر. جملة القول إن الزمان وهو مفهوم ذو طابع متعدد الأشكال يصعب أحيانا فهمه. دور التاريخ على وجه التحديد هو السماح للذات البشرية بتخصيصه. يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك لنرى أن الوظيفة السردية هي شرط إدراك الزمنية المعقولة، لأن سمة مشتركة للتجربة الإنسانية والتي يتم تمييزها وتوضيحها من خلال الفعل السردي هي طابع الزمني ذاته. ربما يتم التعرف على أي عملية زمنية على هذا النحو فقط بقدر ما يمكن ربطها بطريقة أو بأخرى، لكن السرد الخيالي لا يسمح لنا فقط بالتعرف على الطابع الزمني للتجربة الإنسانية، بل يضيف لنا الانخراط في الألعاب المتعددة في الزمان المحدد الذي يسمح بالذهاب إلى أبعد من ذلك، فهو يقدم اختلافات زمنية غير قابلة للاختزال في التجربة اليومية، ويميل في النهاية إلى إعادة تشكيل الزمن العادي. فكيف تعمل الوساطة السردية على إعادة تشكيل التجربة الزمانية؟ وشكرا جزيلا لكم على المتابعة، وأمل أنكم استفدتم من هذا الدرس الذي كنا بصدد التفكير فيه، وهو الزمن البشري وزمان الكوني وزمانية الوجود.
وآمل أن نلتقي في درس آخر فلسفي مفيد.